على صعيد واحد اجتمعوا معظمين شعائر الله فاكتست بهم ساحة المسجد ألقا وبهاء يليق باليوم الكبير. تجمعوا ليجيبوا نداء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر أن صلي لربك وانحر. صلي لربك أي صلاة العيد، وانحر أي أضحيتك، فهذا من تفسير هذه الآية. فصلاة العيد عظيمة، سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحضرها الجميع، وأمر أن يخرج إليها النساء الحيض وربات الخدور. فقال عن الحيض: يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوات المسلمين. ميزة أعياد المسلمين عن غيرها أنها عبادة بذاتها، ولا تأتي إلا بعد موسم عبادة، فأولها يأتي بعد الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، ويأتي عيد الأضحى بعد الحج، وكلها يأتي ختام لعشر عظمتها السنة والقرآن. ويأتي بعد عشر الحجة، فهي أعياد عظيمة اكتنفتها أزمنة عظيمة واكتنفتها أركان عظيمة، وهذا كله يجعل الإنسان يمتلئ غبطة وسرورا وفرحا بهذا الدين العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن إظهار الفرح في هذا اليوم والتوسعة على النفس وعلى الأهل وعلى العيال من هذا الدين ومن شعائره. القادرون على شعيرة عيد الأضحى اقتنوا ضاحيهم من سوقها، وغير القادرين وجدوا من الخيرين ما يجعلهم يشعرون بفرحة العيد ويتقاسمونها مع إخوة. هذا يومهم من التوادي والتراحم، يشد بعضهم بعضا.